يمكن عائلات فنيه كتيره بتواجه دايما مشكله الملكيه وتراث او تراث الفنان اللي هم يعني من عيلته، يعني تراث الموجي ملك مين؟ هل عندكم اي مشاكل في القصه ديت ولا تمام؟ الحقوق بتاخدوها ازاي؟ بتتقاضوها ازاي؟ او ولا في مشاكل في القصه دي دكتور هنا او دكتور استاذ يحيى برضه ممكن يقول لنا؟ هي جمعيه المؤلفين طبعا. جمعيه المؤلفين هي المسؤوله عن تراثه. حلو. وفي نفس الوقت احنا برضو بنمتلك تراثه، واي حد عايز يغني اغنيه من اغانيه بيلجا لنا الاول عشان نديله تنازل على انه يغني الاغنيه دي، يغنيها شيء ويعمل لها مثلا اعاده توزيع، اعاده توزيع او يغنيها. يعني منفتحين لده، يعني مثلا في ناس تقول لك لا احنا مش عايزين كده التراث، يعني مثلا لما حصل ده في برضه في المملكه العربيه السعوديه مع ام كلثوم، لا كان في مشكله، يعني اولا الجمهور ما تقبلش مبدئيا، يعني جزء من الجمهور ما تقبلش، والناحيه الثانيه كان في مشاكل، يعني كانت الناس شايفه انه لا ده تحديث زياده عن اللزوم لتراث ام كلثوم. تحبوا تعملوا كده مع موسيقى الموجي منفتحين لدوت، يعني الريمكس اعاده التوزيع اجيال جديده تغني؟ طبعا احنا يهمنا انتشار الاغاني وتفضل الاغاني عايشه، يعني بس اعاده التوزيع ما تغيرش من هيكل الاغنيه نفسه، من شخص من الكور زي ما بيقولوا، من اللحن نفسه. في توزيعات فعلا بتضيع اللحن الاساسي. فطبعا ده مش غنوة. انت نفسك كان عندك مشكله في حكايه توزيع اعاده توزيع الاغاني مش كده؟ كان ليكي تعليق اكتر من مره، اعلان في رمضان اللي فات ظهر على الشاشات ليه التغيير زي كده؟ ليه كده؟ يعني انا دلوقتي عايزه اعرف، انت يا موزع، انت موزع وفنان، ليه بتاخد اللحن الاصلي وبتغير فيه بتلعب فيه ليه؟ ايا كان بقى الموجي او غيره، يعني هل الموزع مش قادر يعمل ده الاصلي اللي وزعها، مش قادر يعمل ده؟ لا بس الريمكس ده او اعاده التوزيع دي حاجه اتجاه في العالم كله، ما يغيرش هويه الاغنيه. لا ما هي بيغير جمله موسيقيه، هو بيغير جمله موسيقيه، ما يضيفش جمل ثانيه على نفس الاغنيه. شايف ايه؟ انت برضو يعني ممكن تقول لنا انا ليا راي في الحكايه دي. انا دلوقتي واغلب الناس اللي بيعملوا كده بيبقوا دي جي، بيبقى الخلفيه بتاعتهم موسيقيه تكنولوجي اكتر ما هي معرفه موسيقيه. بيبقى ما عندوش الميوزك ثيوري الكافيه ان هو يستوعب لحن في تفاصيل كتير كده. الجونرات او انواع الموسيقى الجديده اللي موجوده بتكون نوعا ما خفيفه، ما بتستوعبش اللحن بتفاصيله دي كلها، لان هي الكترونيه بالظبط، او يعني مع ان في انواع اصل برضو في شرايح لانواع الموسيقى دي، في حاجات تستوعب الالحان العميقه دي، وفي حاجات تانية لا خفيفه ما تستحملش خالص. فاغلب اللي بيلجا لكده بيمسكوا نوع الجانرا اللي هي بتكون خفيفه كده، فبيضطر عشان يبقى التوزيع لايق مع اللحن بيسطح اللحن، وده اللي حصل المشكله بتاعت دخلتوا في صراعات في القصه دي؟ لا هي ما حصلتش في الحان، ما حصلتش في الحان. لا لا استاذ يحيى يمكن حصلت. لا ثانيه واحده، حصلت. انا ما اغنيه اكدب عليك اتعملت، اغنيه ايه؟ اكدب عليك ترادر، اكدب عليك ترادر، اكدب عليك، اكدب عليك ترادر، اكدب عليك ترادر، اكدب عليك. لا 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 ده كان امتى ده؟ افتكرت انا كنت ناسيها. ايوه ليه بتعملوا كده؟ ليه؟ تشويه ليه؟ هو ده اللي انا بقول فيه ليه؟ ليه؟ تحس ان حد بيجري ورا الموزع، بيجبر بيجبر اللحن على نوع موسيقى مش بيلوي دراع اللحن، بيعوده. مش كل الاغاني اللي ينفع معاها كده تمشي على دي، لكن اكدب عليك لا ما ينفعش. لا يعني لازم يكون في سنس، ولازم تتعرض عليكوا، لازم تتعرض عليكوا وتشوف ونوافق ده او لا ممكن ولا لا. مشغول مشغول، لان انتوا عندكوا كمان ايه الحس الفني. طب ما تسمعنا بقى حاجه. انا متضايق دلوقتي اصلا. لا 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 عشان تروق بقى. سمعنا اللي بجد بقى، افتكر حاجه مضايقاه، خرج الجديد بس انا عاجبني الريميكس ده، حتى معلقه في ودني. حصل.